فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقال بأن القران في الحج هو أفضل من غيره لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين عذره، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت معكم ولما سقت الهدي. فالذي منع من التمتع هو أنه ساق الهدي من الحل من المدينة، هو الذي منع. والله جل وعلا يقول: حتى يبلغ الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذا الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا التمتع أفضل. نعم.